قام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. فهذا أبو طلحة يقف حائطا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قائد من فوارس الإسلام دفع أغلى مهر في التاريخ، كان صوته في جيش أشد من 1000 فارس. إنه الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري في مشهد غزوة أحد. هو أبو طلحة زيد ابن سهل الأنصاري، صحابي من الأنصار، أسلم وشهد بيعة العقبة الثانية، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد. من هو الصحابي أبو طلحة الأنصاري وكيف دخل الإسلام بأغلى مهر؟ اسمه طبعا زيد كما هو معروف، لكن كان يسمى طلحة الخير، يعني زيد الخير. وهذا بتسأل على إسلامه، وهذا الإسلام له قصة عجيبة جدا، كما تفضلت بأنه دفع مهرا كبيرا. لكن أنا ألتمس أمرا آخر من مسألة زواجه، وهي مسألة فطنة المرأة. نحن في زمن الآن تتهم فيه المرأة أو يتهم فيه الإسلام أنه عدو للمرأة أو أنه ظلمها أو ما أشبه ذلك، لكن خبر أم سليم بنت ملحان أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مما نقلته الكتب، وهذا يدل على أن الإسلام حتى في عصره الأول كرم المرأة وشرفها وأعلى شأنها، وهذا خبرها موجود مبثوث مسجل منتشر في كل العالم، موجود أن هذه المرأة كانت صاحبة فطنة. لما أراد أبو طلحة أن يخطبها بعد وفاة زوجها ذهب إلى ولدها أنس وأراد أن يخطب أمه، فقالت له ما مثلك يرد. وهذه أيضا من الفطنة الطيبة في التعامل مع الناس، أن تقدم الإيجابية أولا ثم إن كان لك نقد فانقد. قالت ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن ترد أن تتزوج مني فأسلم يكن ذلك مهري. مهرها دخول الإسلام. دخول الإسلام. وأنا كما قلت ألتمس هذه المهارة وهذه الفطنة وهذا العقل، لأنه ما طلبت منه مالا مع أنه عرض المال في وقت كان فيه الفقر يعني محيطا بالناس حينئذ، لكن هي طلبت الأكبر من المال، لأنه هذا الإسلام يجلب كل بركة. صح. وهذه العقيدة الصحيحة تجلب الجنة وتجلب الراحة وتجلب السعادة وتجلب كل الخيرات، يكفي أن الإنسان يكون في معية الله سبحانه وتعالى، فهذا هو سبب إسلامه. جاء إلى الإسلام بقلبه وروحه وجهه. نعم نعم، لأن لدرجة أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد كما قال العلماء، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان من الرماة المعروفين في الصحابة عموما وفي الأنصار خصوصا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وخاصة غزوة أحد كان يشرف ليرى موقع سهم طلحة أبو طلحة، وكان عندما يمر حامل السهام يقول له انشرها أو اعطيها لأبي طلحة، وكان يكسر القوس والقوسين في اليوم الواحد. أبو طلحة واحد من الذين عرفوا بتضحياتهم، حتى إنه كان عندما يشرف النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في غزوة أحد ليباشر مهامه في إصدار أوامره وفي مباشرة المعركة، كان أبو طلحة يشرف ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده ويقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك فداء. ثم ويقول له أيضا وجهي لوجهك وقاء ونفسي لنفسك فداء. كانت غزوة أحد معركة بمثابة ابتلاء للمسلمين، ولكن القريشيين لم يحققوا أهدافهم من هذه الموقعة. لماذا خاض أبو طلحة الأنصاري والمسلمون غزوة أحد؟ أما المسلمون فهم لم يريدوا هذا أصلاً، لكن غزوة أحد كانت مترتبة على غزوة بدر. لما انتصر المسلمون في غزوة بدر وأصابوا من المشركين ما أصابوا، أحس كفار قريش أنهم قد يعني تعرضت هيبتهم في العرب لاهتزاز، فأرادوا أن يردوا ويستردوا كرامتهم، فجعلوا يؤلب بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا، من كان معه سلاح يعين به ومن كان معه مال يعين به، وهكذا ظلوا يتدافعون حتى كان العام القابل سنة 3 هجرية وقعت موقعة أحد. لكن المسلمون لم يكونوا أصحاب حرص أو لم يكن عندهم هذا الحرص الكبير على أن يخوضوا في الدماء أو يقتلوا النفوس، لكنهم تعرضت قريش لهم وخرجت بمن معها واستطاعت أن تجمع يعني عددا كبيرا من الجنود
لم يكن في المقابل يصح أو يصلح أن يقال لهم تفضل ادخل المدينة واضربنا واقتلنا واسبي نساءنا وخذ أولادنا وأموالنا، هذا غير منطقي. لكن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فدي مسألة رد العدوان أو أنه بيضرع عن نفسه الشر. شكلت في السنة الثالثة من الهجرة غزوة بدر سببا رئيسيا في غزوة أحد، ما هي الأسباب الأخرى لخوض المسلمين هذه الغزوة؟ غزوة بدر كانت في رمضان سنة في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد كانت في بعدها بعام وأقل من شهر، يعني في شوال من السنة الثالثة للهجرة. وفي نهاية معركة بدر توعد أبو سفيان المسلمين بأنه سيأتيهم في العام القابل، فبالتالي استعد المسلمون لرد هذا العدوان عن المدينة. ولذلك هي غزو، يعني سواء كانت بدر أو أحد أو الخندق، هي غزو ضد المسلمين وليست غزوة قام بها المسلمون. المصطلح هنا مصطلح الغزوة هنا ضد الإسلام، ضد وليس الإسلام. المسلمون هم الغزاة. معركة بدر ومعركة أحد وغزوة الخندق كانت في المدينة، والمدينة موطن المسلمين، والأعداء هم المشركون الذين كانوا يسكنون في مكة أو يقتلون في مكة مع بقية من تحالف معهم من العرب. الأسباب العامة أو الأساسية هو أعداء المشركين، وفي سواء في مكة أو في غير مكة، للإسلام والمسلمين. من أجل ذلك حدثت غزوة بدر، غزوة أحد على المسلمين، ودافع المسلمون عن مدينتهم وعن أنفسهم وعن دينهم بخوض هذه المعركة. في يوم أحد كان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، وكان يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. الصحابي أبو طلحة الأنصاري وغيره من الصحابة كان له دور كبير في الدفاع عن النبي والإسلام في غزوة أحد تحديدا. هذا صحيح، لأن غزوة أحد كان فيها تفاصيل، وهذه التفاصيل مما ينبغي أن يدرس، مسألة الرماة ومسألة إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومسألة إصابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الجراح، كل هذا مما ينبغي أن يدرس، والالتزام بتعليم القائد. نعم، كل هذا مما ينبغي يدرس، لأنه كل تفصيلة من التفصيلات فيها درس وفيها وترتب عليها ما جاء بعد. بالضبط كده، لما كانت المعركة واشتدت وحمي وطيسها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ليباشر العمل، يعني يرى الحركة، يشوف مين رايح ومين جاي، مين في المقدمة مين في المؤخرة وهكذا. فلما تعرض أو خرج النبي صنلى الله عليه وسلم واشرأب عنقه ينظر إلى المعركة، صعد أبو طلحة وقدم نفسه وصدره وقال له نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا هذه المحبة الجارفة، يعني هم سعدوا بصحبته صلى الله عليه وسلم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني أحبه لا شك، يعني نحن نسمع بأخباره ونحبه ونسأل الله أن يجمعنا به في الدنيا. فدائية كبرى هنا. أي نعم، فهو قال له نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يصيبك سهم من سهامهم. وكانت مكافأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوته خير من فئة، أو قال لصوته خير من ألف رجل. نعم. وهذه ألف رجل حين نتكلم عنها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو قطعا لا يقصد أي رجل، لأنه صوته يعني صوته في المعركة، إذن هو يتكلم عن رجال المعارك، الفرسان، يتكلم عن الفرسان والشجعان والأبطال وأصحاب البطولة وهكذا. عند جبل أحد التقى الفريقان، وحقق المسلمون نصرا واضحا في بداية المعركة، فبدأ القريشيون بالتراجع، ولما شاهد الرماة ذلك نزلوا عن جبل أحد. فدائية كبرى من أبي طلحة الأنصاري في هذه الغزوة للدفاع عن الإسلام والرسول. كان من الذين تفانوا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته بجسده، حتى إنه كان يرمي بين يدي الرسول، بمعنى أمامه والرسول خلفه، خوفا من أن يصله شيء من الأعداء. ما هي نتائج غزوة أحد على المسلمين وأيضا على قريش؟ الحقيقة أنه اشتهر في التاريخ عموما، يعني أن المسلمين هزموا في غزوة أحد، لكنها كانت درس، لكنها كانت انتصار تضمن درسا. نعم، الانتصار بكل معاني هذه الكلمة. ولذلك يعني إحنا ممكن نستحضر هذا المشهد، انتصار المسلمين، من خلال أن المسلمين في الجولة الأولى انتصروا وأسروا من المشركين، والمشركون حتى نهاية المعركة لم يستطيعوا أن يخلصوا أسرهم من المسلمين.